ليش ملائكة؟ ما فيش يعني الناس غير الجناح العامي. جاهزين يا شباب؟ ايه الحكيم تقريبا عدد مرات راح ابدا تسجيل بعد ثانيتين راح يبدا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. موضوعنا اليوم المجموعة الأولى من أمراض الأمعاء اللي هي أمراض سوء الامتصاص، وأهم على الإطلاق هو الداء الزلاقي. الأمعاء الدقيقة لو كانت أنبوب مسطح لكانت مساحة السطح الداخلي محدودة جداً، لكن في عنا زيادة في السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة على ثلاث مستويات. نحن عنا أول شيء هاي الطيات الدائرية اللي منشوفها بالعين المجردة اسمها الثنيات الدائرية أو بليكا سيركولاريس، بتزيد السطح الداخلي تقريبا ثلاث أضعاف. وفي عنا استطالات إصبعية على رأس كل طية، هاي اسمها الزغابات أو فيلاي، هاي بتزيد السطح حوالي 10 مرات. الزغابات في أنبوب الهضم موجودة فقط في الأمعاء الدقيقة، لا بالكولونات ولا بالمعدة ولا بالمريء. الزغابات إذا فيها بصير امتصاص نواتج الهضم من سكاكر أولية وحموض أمني ودسم بسيطة. على سطح الزغابات في عنا استطالات
دقيقة، هي الزهيبات الدقيقة لا ترى إلا بالمجهر، وبتزيد السطح الداخلي 20 ضعف، والمجموع بيكون عندنا 600 ضعف زيادة في السطح الداخلي للأمعاء. بالأمعاء الدقيقة بيتم المكان الأساسي للهضم وأيضا الامتصاص. المعدة بيتم فيها فقط بداية الهضم، ولكن البيبسين والحمض بيجوا مع الطعام المعدة. الصفراء بتصب من جهة ومفرزات البنكرياس من جهة، وكل هالعصارات الهضمية تلتقي في الأمعاء الدقيقة، وخاصة في القسم الأول من الأمعاء في العفج. تستكمل عملية الهضم وتبدأ عملية الامتصاص. الأمعاء ليست فقط سطح للهضم، أيضا الزهيبات الدقيقة أو البراش بوردر اسمها تفرز أنزيمات هاضمية، أنزيمات بتفكك عديدات البيبتيد وعديدات السكاكر إلى جزيئات أحادية. هاي مظهر للأمعاء الدقيقة من الداخل كما ترى بالمنظار الهضمي. شايفين كيف الثنيات الدائرية، الثنيات الدائرية مشاهدة بوضوح بالعين المجردة طبعا. حتى الزغابات مثل شعر السجادة بإمكاننا بالمنظار، إذا قربنا شوي نشوف الزغابات بالعين المجردة. سكاكر الغذاء تكون عبارة عن سكاكر متعددة أو ثنائية، كلها ستفكك إلى سكريات أحادية ليتم امتصاصها على مستوى الأمعاء الدقيقة. تمتص كلها بحالة سكاكر أحادية. فشل امتصاص السكاكر بتعمل ضغط حلولي، يعني إذا ظل عنا سكر ثنائي أو متعدد في لمعة الأمعاء، هذا الوثيق الحلولي بيسحب السوائل وبيسبب إسهال مائي وأيضا بيسبب نفخة وغازات. السكاكر بتتخمر تتحول إلى غازات وبتسحب الماء بسبب الثقل الحلولي وبتسبب إسهال مائي. في بعض أمراض يعني بتسبب مثل مرض ما ناخده عدم تحمل السكر الحليب، بصير عند المرضى نفخة وإسهال بسبب عدم هضم سكر اللاكتوز. الدهون ضروري، البنكرياس بيفرز اللباز، أيضا الصفراء ضرورية لتحويل الدهون إلى قطيرات، وبالتالي بيشتغل عليها اللباز. إذا ما تحولت إلى قطيرات، يعني أمراض الانسدادات الصفراوية تترافق مع إسهال دهني، اللباز ما بيقدر يهضم الدهون إذا ما أول شيء فككت الصفراء إلى قطيرات أو مزيلات كنا نسميها. أيضا البنكرياس ضروري بالتهاب البنكرياس المزمن، أخذنا أنه بيصير إسهال دهني بسبب غياب اللباز. الأمعاء الدقيقة هي مكان العمل، وأيضا الأوعية اللمفاوية هي الضرورية لامتصاص الدهون. بأمراض الليمفوما مثلا بيصير عندنا شيء اسمه حبن كيلوسي، يعني حبن غني بالدهون. نواتج هضم السكر والبروتين تصعد من الأمعاء عبر وريد الباب إلى الكبد، أما نواتج هضم الدسم فتصعد بالأوعية اللمفاوية. في عنا مرض هيك بحبوه الامتحانات لكن ما بتشوفوه نادر جدا، اسمه زولينجر إليسون. بيكون في فرط في إفراز الحمض، هو أحد الأسباب النادرة للقرحة الهضمية. الحموضة الشديدة لمفرزات المعدة بتعطل اللباز، وبالتالي بيترافق مع إسهالات دهنية. في عنا مجموعة من الحموض الدسمة مثل الأوميجا 3، هاي بنسميها حموض دسمة متوسطة السلسلة، هاي يمكن هضمها وامتصاصها مباشرة دون الحاجة إلى أملاح صفراوية، فهاي تستخدم كمدعمات غذائية. البروتينات هضمها هو الأصعب، تحتاج إلى أنزيمات البنكرياس تحديدا تريبسين والكيموتريبسين. في عنا قائمة طويلة من الأمراض اللي بتعمل شيء اسمه اعتلال أمعاء مضيع للبروتين. كانت هاي مقدمة كلها للاطلاع.
بس مشان نعرف وظيفة الأمعاء الدقيقة وكيف بتزيد الصفحة الداخلي، نبدأ مع الداء الزلاقي celiac disease أو يسمى أيضا gluten sensitive enteropathy أو اعتلال الأمعاء المتوسط بالجلوتين. الداء الزلاقي بتعرفه هو عبارة عن تحسس لبروتين اسمه الجلوتين الموجود في القمح والشعير. عند التعرض للقمح والشعير الأشخاص المتحسسين بتصير عندهم استجابة التهابية تؤدي إلى تخرب الزغابات وبالتالي سوء تغذية وسوء امتصاص. رح ناخذ صورة للفيزيولوجيا المرضية بعد شوي. فحتى عهد قريب، حتى بعد التسعينات لل 2005 تقريبا، كان يعتقد أن الداء الزلاقي هو عبارة عن إسهالات عند صغار الأطفال. يعني إذا أجا بتظاهر سريري غير الإسهال أو بأعمار عند البالغين ما كان يتم التفكير في المرض نهائيا، وأيضا ما كان في استقصاءات متطورة لتشخيصه، وبالتالي كان يعتقد أنه شيوعه واحد بالمليون، كان يعتقد أنه مرض نادر. مع مرور الوقت تبين أن الداء الزلاقي له طيف واسع جدا من الأعراض، ليس فقط إسهال، ممكن يجي حتى إمساك أو ألم بطني، وأيضا ممكن نشخصه بأي عمر، يعني حتى بالثلاثينات بالأربعينات عم نشخص الداء الزلاقي وعند أشخاص ما عندهم نحافة. إذا كونه ممكن أن يتظاهر بأي عرض عند أي عمر، مع تطور الوسائل التشخيصية انعمل مسح جديد وتبين أن شيوعه تقريبا 1%، وليس 1 بالمليون. الزيادة من 1 بالمليون لواحد بالمية ما هي زيادة في انتشار المرض، وإنما زيادة في تشخيص المرض. طبعا 1% يعني مدينة سكانها مليون نسمة عندك 10,000 شخص مصاب، عدد كبير جدا، ويعد من الأمراض الشائعة فعلا، وتقريبا ما عمر علينا أسبوع إلا عم نشخص حالي. إذا الرسالة من نركز عليها بالوبائيات أن الداء الزلاقي مرض شائع في الممارسة، يعني التفكير في ما هو شطحة، وممكن نشخصه بأي عمر، بالثلاثينات بالأربعينات عم تجينا حالات، والتحاليل الموجودة يعني عالية الحساسية في تشخيص المرض. ممكن شخص كأي مرض تحسسي تحمل القمح 20-30-40 سنة وعمر 40 بلش يتحسس له، فكونه أني عاش طفولته وشبابه هو عم يأكل خبز، هذا لا يعني أن الخبز صار ممنوع من الآن فصاعدا. التحسس يعني مثل التحسس البنسلين، بدون شخص يتعرض للبنسلين 1000 مرة وما يتحسس، لكن فجأة يبدأ الارتكاز التحسسي له. فعدم وجود تحسس سابق للمادة المحسسة ما بيعني أني خلص مدى الحياة هي آمنة، وهي قاعدة في كل الأمراض التحسسية. شايفين آخر سطر في هاي إحصائية يعني فعلا غريبة، أن 20% من المرضى بأعمار فوق 60. إذن داء الزلاقي أبدا ما هو مرض مقتصر على الأطفال. إذا ما يحصل، الجلوتين هو أهم البروتينات الخازنة في القمح والشعير أكيد. في الشوفان في مرضى بيتحسسوا للشوفان، في مرضى ما بيتحسسوا للشوفان. الارتكاز التحسسي لي عند التعرض للقمح أو الشعير ممكن بتعرضه الأول أو بعد سنوات طويلة من التعرض بيسبب رد فعل مناعي شاذ يؤدي إلى تخريب ظهارة العفج. أكثر شيء بينصاب القسم القريب من الأمعاء الدقيقة، يعني أنا لما بدي أدور على داء زلاقي بدي أعمل تنظير هضمي علوي وليس سفلي، الإصابة في مستوى العفج بتكون. في عنا مجموعة من الأنزيمات اللي بتشارك في استقلاب الجلوتين وتفيد معايرة الأجسام المضادة إلى بالتشخيص. في عنا أنزيم اسمه TTG أو تيشو ترانس جلوتاميناز، أنزيم ناقل الجلوتاميناز النسيجي، وفي عنا بروتين الجليادين منزوع الأميد اللي هو DGB. في عنا إذن أجسام مضادة للTTG ولا الDGB تفيد في تشخيص المرض.
التي تي جي هو انزيم يعني يساهم في استقلاب الجليادين، والدي جي بي هو بروتين ناتج يعني عن العمليات الكيميائيه اللي عم بتصير على الجليادين. الاجسام المضاده للانزيم هاد وللبروتين هاد انتي تي تي جي وانتي دي جي بي هي التحاليل الحديثه عاليه الحساسيه والنوعيه في تشخيص الداء الزلاقي. طيب مسموع الصوت يا شباب؟ ايه مسموع حكيم. تمام، اذا هاي تمثيل اللي عم بيصير. على اليسار شايفين كيف الخلايا الظهاريه لها ذغابات، وعلى اليمين كيف تخربت الخلايا الظهاريه. طبعا الجلوتين قام بحشد خلايا الجهاز المناعي. الجهاز المناعي اعتبر هال يعني نحن بالعميم وكل المريض لما بتاكل خبز كانك اكلت، كانك تسممت، كانك اكلت جرثومه. فالجلوتين عم بيعتبره الجسم عدو، عم بيجي الجهاز المناعي وعم بيخرب ظهاره الامعاء، وهون صايره الذغابات مسطحه. طبعا غياب الذغابات يعني في تناقص كبير في سطح الامتصاص بالامعاء الدقيقه، وايضا في خساره للانزيمات يلي الانزيمات الهضميه اللي كان من المفترض تفرز الذغابات. لذلك بصير عند المرضى سوء تغذيه وسوء امتصاص ونقص بالعديد من العناصر الغذائيه المهمه. كيف منشخص الداء الزلاقي؟ نحن اول شيء بيجينا مريض باعراض سريريه معينه رح نحكيها بالتفصيل. نحن انا بشك او بحط سوء الامتصاص احد الاحتمالات المتعدده، لان الاعراض غير نوعيه. ممكن يجي المريض بالم بطني، انا عم فكر بعسر هضم، بقرحه، بسوء امتصاص. فالاعراض انا بطلب تحاليل مخبريه عامه. اذا التحاليل اجى فيها مثلا نقص البومين او فقر دم او نقص كالسيوم، هون بتمشي مع التشخيص. في عندنا تحاليل نوعيه للمرض اللي هي الانتي دي جي بي والانتي تي تي جي، بنطلبها. وممكن يحتاج المريض الى تنظير هضمي علوي واخذ خزعات من العفج. بنشوف ضمور الذغابات بالفحص النسيجي، رح نعرض صور له. والمعيار الرابع للتشخيص ان يصير تحسن بالاعراض وتحسن بالتحاليل، سواء الضاد تنقلب الى السلبي او مثلا فقر الدم يتصحح بالالتزام بالقوت الغذائي الخالي من الجلوتين. كان في سابقا معيار هو الري تشالنج، انه اعاده ادخال الجلوتين يؤدي الى اعاده نكس الاعراض. هذا المعيار لم يعد مطلوبا للتشخيص. اذا انا بدي شك سريري وتحاليل مخبريه عامه، بنطلب الاضداد النوعيه للمرض، وبنعمل تنظير هضمي علوي بهدف اخذ خزعه من مخاطيه العفج. واخيرا بعد ما ناكد التشخيص بدنا نحمي المريض ونتابعه ونتوقع يصير تحسن، لأنه إذا ما تحسن في عنا احتمالات وخطوات أخرى للتصرف. معايير التشخيص موضوع مهم للامتحان. طيب قلنا نحن أعراض تتماشى مع المرض، ما هي الأعراض اللي بتدفعنا للتفكير بالداء الزلاقي؟ شايفين سلايد مليان أعراض، مو بس الإسهالات. ممكن الطفل يكون عنده تأخر بالنمو أو فشل في كسب الوزن، نحافة، بيكون حجم الطفل أصغر من إخواته. طبعاً أطفال يعني حتى 13 سنة نحن نقصد أطفال، مو بس طفل رضيع سنة وسنتين. ممكن يجي الأهل على طبيب الغدد أن الولد ما عم يطول، عمره 7 سنين، وأخويا اللي عمره 6 سنين أطول منه، فنحن بنفكر بسوء الامتصاص كأحد الأسباب. تأخر في المشي، تأخر في بزوغ الأسنان. ممكن أعراض التهاب أمعاء عالي يعني إقياءات أو إسهالات، نفخة، صوت غازات، كبر حجم بالبطن، ولكن تطول هالأعراض، تصير نوعا ما مزمنة. أحيانا حتى بيجي الطفل بشكاية إمساك. فأي شكاية مزمنة بالبطن عند الأطفال مو غلط نطلب على الأقل الأنتي تي تي جي. تظاهرات واسعة جدا، ممكن إسهال، ممكن إمساك. إذا بنستنى بس على الإسهال بنضيع تشخيص كتير حالات. عند الأطفال على فكرة بالممارسة أكثر عرض عم يدفعنا لتشخيص المرض هو
هو فقر الدم وتأخر النمو أكثر من الإسهالات عم نشوفها عند الأطفال. أطفال بيجونا تأخر النمو محولين من عيادة الغدد، أو فقر دم محولين من عيادة الأمراض الدم، نطلب له الأضداد ونعمل تنظير عم نلاقي الداء الزلاقي. عند البالغين وفي حالات شخصناها بالخمسينات من العمر بصراحة، مريض بيجي بشكاية تشبه عسر الهضم، ألم بطني، شعور بقرقرة وغازات في البطن، ممكن يكون عند مريض إسهال أو ما يكون، مجرد ألم بطني مزمن. يعني نحن نفكر بالقرحة، نفكر بالكولون العصبي، أيضا نفكر بالداء الزلاقي، أي ألم بطني مزمن حتى لو ما كان معه أي عرض تاني. فقر الدم بعوز الحديد من أهم الموجودات يلي بتخلينا نفكر بالداء الزلاقي. ممكن بقى هشاشة العظام، نقص الكلس، ممكن أحيانا أعراض عصبية، صداع أو ذهان أو يعني بعض الأمراض النفسية، لكن هاي المشاكل العصبية نادرة ما تكون معزولة. يعني غالبا المريض بيكون عنده شكاية ما في البطن، حتى مرتبط بعقم غير مفسر عند السيدات، اضطرابات غير مفسرة بخلل هرموني في الدورة الشهرية، بالداء الزلاقي. هاي تصوير تمثيلي للأعراض، نقص وزن غير مفسر، آلام ماغصة في البطن، آلام في الساقين. على فكرة آلام المفاصل سبب ما هو نقص الكالسيوم، وإنما نقص فيتامين دال. نقص الكالسيوم بحد ذاته ما بيعمل ألم. هشاشة العظام مرض غير مؤلم إلا إذا صار في كسر، ولكن الآلام بالمفاصل سببها نقص فيتامين دال. ممكن تساقط الأسنان عند البالغين، أو عدم بزوغ الأسنان عند الأطفال، آلام في المفاصل، هشاشة في العظام، عقم غير مفسر، إسهالات، شايفين آخر صورة، إسهالات مزمنة أو حتى إمساك. كل هاي الأعراض تدفع للتشخيص أو للشك بالداء الزلاقي. هذا الطفح الجلدي المميز، ما بعرف إذا أخذته بالجلدية، هذا اسمه التهاب الجلد الحلقي، عبارة عن حويصلات تشبه الجدري على قاعدة حمامية أو على قاعدة محمرة. هاي ترتبط أيضا بالداء الزلاقي وتتراجع مع تراجع فعالية المرض. التهاب الجلد الحلقي Dermatitis herpetiformis هو ارتكاس تحسسي في الجلد، أيضا نتيجة التحسس للجلوتين. نقص ألبومين كمعبر عن نقص البروتينات أو سوء التغذية. الكوليسترول توتال، نحن ما عم ندور على ارتفاع كوليسترول، نحن عم ندور على انخفاض كوليسترول، أيضا كمشعر على سوء التغذية. ممكن نقص كالسيوم، LFT المقصود فيها تحاليل كبد، ليفر فانكشن تيست، ممكن يترافق مع ارتفاع بسيط بالSGPT والSGOT، بترافق مع ارتفاع بسيط في ناقلات الأمين الكبدية، الداء الزلاقي. هاي كلها موجودات غير نوعية. في اختبارات قديمة بالبراز بتعاير كمية الدهن في البراز، فبتعبر أني في سوء امتصاص للدهن، لكن ما بتشخص المرض بشكل دقيق. نحن عندنا التحاليل النوعية هجمناها بالفحص، الأنتي TTG والأنتي DGB، حساسيته ونوعيته أكثر من 98%. فعند البالغين بنطلب TTG، عند الأطفال بنطلب الاثنين TTG و DGP. في اختبار الأنتي إندوميزيوم، هذا التغى من 3-4 سنوات فقط. أنا يوم كنت عم بعمل اختصاص الهضمي كنا نعتمد على الإندوميزيوم، يعني من فترة قريبة، الحكي 2015-16، بصراحة كان يجننا وما نوصل للتشخيص، كتير بيتعارض مع الشك السريري ومع موجودات الفحص النسيجي. والأنتي جليادين التغت من فترة كتير بعيدة، من أكثر من 15 سنة.
التحاليل المعتمدة حاليا التي تي جي للبالغين، والتي تي جي مع الدي جي بي كلاهما للأطفال أقل من سنتين. ومن الخطأ الاعتماد على الإندوميزيوم أو الأنتي جليادين، نحن ذكرناهم لأن ما تزال تطلب للأسف بكثير مخابر، وهذا الشيء خطأ شائع. طيب هاي موضوع طرحنا للنقاش ما هو مذكور عندكم بالمحاضرة، أني ليش نحن ما منحلل لكل الناس فحوص الداء الزلاقي؟ نحن عندنا المرض تظاهراته كثيرة، ممكن أحيانا في شيء اسمه داء زلاقي كامل يعني بدون أي عرض، فليش لما نحلل لكل الناس وخلاص؟ المرض واسع التظاهرات، التحاليل متوفرة بكل المخابر، كلفة التحليل تقريبا 4 إلى 5 دولارات يعني مقبول، ما هو تحليل غالي، بقصد التي تي جي والدي جي بي تحاليل يعني غير مكلفة. ليش ما بنعمل تحليل لكل الناس؟ اللي شاطر بالإحصاء بيحسن يجاوبنا. نحن التحليل حساسيته 99%، نوعيته 99%، لكن في شيء كتير مهم اسمه البوزيتيف والنيجاتيف بريدكتيف فاليو، أو القيمة التنبؤية الإيجابية والسلبية. بمعنى إذا طلع التحليل إيجابي، هل هذا يعني 100% إن الشخص مع داء زلاقي؟ وإذا طلع سلبي، هل معناته 100% الشخص ما مع داء زلاقي؟ مشان ما ندخل بمعادلات، داء زلاقي شيوعه 1% بالمجتمع. إذا قلنا الحساسية ونوعية 98%، يعني من كل 10,000 شخص 2%، يعني 200 إيجابية كاذبة اللي هي نسبة خطأ الاختبار، 1% شيوع يعني 100 إيجابية حقيقية، وبالتالي من كل 300 تحليل إيجابي عنا 100 إيجابية حقيقية و200 إيجابية كاذبة، يعني القيمة التنبؤية الإيجابية هي 35% فقط. يعني ما بدنا نفوت بالتفاصيل كتير، رغم أنه حساسية ونوعية التحاليل 98%، السلبية تنفي الداء الزلاقي إلى حد ما، لكن الإيجابية ما بتأكد نهائيا، وكل مريض بيطلع تحليله إيجابي لازم يعمل تنظير هضمي لتأكيد التشخيص. التحليل الإيجابي يعني احتمال ثلث يكون المريض معه وثلثين يكون ما معه سوء امتصاص، ونحن عملنا يعني ناخد قرار مصيري ونمنع المريض من الخبز مدى الحياة، القرار صعب، فلازم يكون مؤكد بشكل يقيني. واضحة الفكرة؟ والله دي مواقف العافية. إذا الاختبارات المصرية إذا كان الشك عنه ضعيف، أنا أجاني مريض شاب عنده ألم بطني وتحاليله سليمة ما في فقر دم، عملت له تي تي جي طلع سلبي، خلص انتهينا من سوء الامتصاص، فسلبيته جيدة للنفي. أما إيجابية التحاليل ما بتكفي لأخذ قرار وأحرم المريض من الخبز مدى الحياة، لازم نعمل تنظير. هاي الصورة منكرة هي مخاطية الأمعاء كما تبدو، طبعا تنظير هضمي علوي لأن نحن شغلنا بالعفج. هاي المظهر الطبيعي للطيات الدائرية والزغابات، ممكن نشوفها بشكل عياني. هيك تبدو مخاطية الأمعاء عند مريض الداء الزلاقي، متثلمة، الثنيات الدائرية فيها شقوق واضحة، هاي العلامة مسميها سكالوبينج. نرجع على الصورة الطبيعية كيف الثنيات ملساء منتظمة، وعن مريض الداء الزلاقي كيف أصبحت مشققة ومتثلمة، هاي الصورة هسه أوضح. تشققات واسعة في المخاطية، هاي بتتماشى مع الداء الزلاقي، ممكن التهاب غير نوعي بالعفج. الفحص النسيجي في تصنيف اسمه تصنيف مارش، نحن ذكرناه للاطلاع. الزغابات ممكن تكون طبيعية، هذا الشيء الطبيعي، هاي استطالات إصبعية تشاهد بالمجهر الضوئي بشكل واضح.
بعدين بصير عندنا ارتشاح باللمفاويات في الظهارة في المراحل الباكرة، بصير عندنا فرط في تنسج الغدد أو الخبايا، هاي بنسميها هاي الخبايا هون، الخبايا بالأمعاء الطبيعية تلت، سماكة المخاطية، والتلتين هي زغابات. تذكر النسج أكثر مني، تلت خبايا وتلتين زغابات. ترتشح اللمفاويات، بعدين بصير في عندنا فرط في تنسج الخبايا، بعدين بيبدأ ضمور الزغابات. بالمرحلة الثالثة في الظهارة وتعمق الخبايا وانمحاء الزغابات. نفس الكلام، إذا الزغابات عم تقصر والخبايا عم تطول لنوصل إلى مرحلة انمحاء كامل للزغابات. وكل ما كانت التغيرات النسيجية أشد كانت الأعراض أشد. هذا الجدول شوي معقد، هو للاطلاع، لكن مو دائما بصير عنا توافق بين الأضداد والخزعة والأعراض. ففي شيء اسمه الداء الزلاقي النموذجي أو المثالي، بيكون في عنا التي تي جي إيجابي والخزعة في عنا ضمور بالزغابات، بيكون المريض صغير في العمر وأعراضه وصفية، ألم بطني وإسهال وإقياء إلى آخره. هذا داء زلاقي، وشايفين الإمساك محطوط مع أعراض الداء الزلاقي التيبيكال أو النموذجي. الاحتمالات الثانية تشخيصها شوي أصعب، الأتيبيكال أو غير النموذجي. في عنا إيجابية أيضا للخزعة وللأضداد، ولكن العمل غير نموذجي والأعراض غير نموذجية. إذا بالأتيبيكال وبالتيبيكال كلاهما في عنا إيجابية للخزعة وللأضداد، لكن بغير النموذج بيكون أعمار كبيرة وتكون التظاهرات خارج هضمية، خارج معوية، مثلا آلام مفصلية أو صداع غير مفسر، اضطراب نفسي غير مفسر. هاي الحالة كتير تشخيصها صعب. في شيء اسمه الداء الزلاقي الصامت، يعني نحن في عنا أضداد وفي عنا أيضا فعالية نسيجية، ولكن المريض ما عنده أي عرض، هذا اسمه صامت، يعني فعال نسيجيا ومخبريا ولكن صامت سريريا. أما الداء الزلاقي الكامن فعال مخبريا لكن غير فعال نسيجيا وأيضا غير فعال سريريا، هذا ممكن يتفعل بالمستقبل. هذا التصنيف كمان للاطلاع اللي بيحب، يعني خاصة إذا حدا عنده قرايبه أو رفيقه أو شيء، لأنه موضوع شائع. نحن اللي مطلوب لنا بالمنهاج نعرف الأعراض بشكل عام النموذجية وغير النموذجية عند الأطفال والبالغين، ونعرف نطلب التي تي جي والدي جي بي وناخد خزعات من العفج، هذا المطلوب منا. هون في احتمالات معقدة نوعا ما للتشخيص. إذا كان عندنا مثلاً التحليل إيجابي ولكن الخزعة سلبية، ممكن نعيد الخزعة ولكن بعد ما نعرض المريض للقمح لمدة 6 أسابيع. إذا المريض كان متجنب القمح نوعاً ما بيعمل هالشيء شوية خلل بالتحليل، لازم يتعرض بشكل كامل مشان موثوقية التحليل. في النمط النسيجي DQ2 وDQ8، هذا إذا كان سلبي يستبعد المرض نهائياً، أما إذا كان إيجابي ما له أي قيمة بالتشخيص. يعني كل مرضى الداء الزلاقي لازم يكون نمطهم النسيجي DQ2 أو DQ8، فهذا تحليل يفيد في النفي. في عنا المعضلة الثانية، إن المريض التي تي جي سلبي ولكن الخزعة إيجابية،
ممكن يكون عند المريض عوز بالآي جي آي، هاي حالة نادرة جدا، أو ممكن يكون عند المريض سبب آخر لضمور الزغابات مثل الجياردي على سبيل المثال. يعني داء الزلاقي ليس السبب الوحيد لضمور الزغابات، في عنا أسباب كثيرة بتعمل ضمور في الزغابات. الاحتمالات في الحقيقة كثيرة، لكن نحن لما بيجينا مريض يعني عمليا ايش بنساوي؟ اذا كان في منطلع على الاعراض السريريه على التي تي جي وعلى الخزعه، اذا كان الشك ضعيف او التشخيص غير مؤكد بنخلي المريض، وخاصه اذا ما عنده اعراض شديده، بنخلي المريض على اكل طبيعي. في عنا قائمة طويلة من الأمراض يلي بتعمل ضمور زغابات، أيضا هاي قائمة للاطلاع ما حطيناها بالمقرر. من بيناتها مرض ما ناخده بالمحاضرة القادمة اسمه فرط النمو الجرثومي بالأمعاء الدقيقة، جياردية من الأسباب المهمة، التهاب الأمعاء في سياق إقفار أو علاج إشعاعي. في أمراض سوء الامتصاص الثاني مثل داء ويبل، الليمفوما في الامعاء، هاي كلها بتعمل ضمور في زغابات الامعاء الدقيقه. يعني لما نشوف ضمور في الزغابات مو فورا منقول داء زلاقي. الداء الزلاقي كونه مرض مناعي ذاتي يترافق مع الكثير من امراض المناعه الذاتيه، اشيع الشيع على الاطلاق، فرط نشاط الدرق، والداء السكري الشبابي. طبعا اي شخص عنده اي مرض مناعي هذا يعني متوقع يصاب بمرض مناعي اخر في المستقبل. العلاج ما في مزح او مجامله، لان ايصال الخبر للمريض شوي بيكون فيه صعوبه، لكن العلاج الوحيد حتى الآن هو الامتناع عن كل مشتقات القمح والشعير مدى الحياة. كان في دراسات بتقول أن الولد حديث الولادة إذا أهله طعموا قمح بعمر باكر بعمر 3 شهور أو 4 شهور ممكن ينصاب بالداء الزلاقي في المستقبل، وهذه الدراسات تبين بطلانة وما في علاقة نهائيا ما في علاقة نهائيا لتوقيت إدخال الجلوتين في الطفولة مع تطور أعراض الداء الزلاقي في المستقبل. نحن كيف منراقب الشفاء؟ ممكن نعيد الأضداد فقط، لكن ما في داعي نعيد التنظير إذا شخص عم يستجيب سريريا. فينا نعيد الأنتي تي تي جي بالدم، وفي تحاليل ببتيدات خاصة في البراز، هاي اسا عليها دراسات جديده ما متوفره عنا. يعني انا الاستجابه للداء الزلاقي ممكن اعيد تحليل دم او تحليل نوعي في البراز. ممكن نعوض الفيتامينات والمعادن، مثلا شخص عنده نقص كالسيوم، نقص فيتامين د، فقر دم، بنعوض الحديد والكلس والفيتامينات في الفتره الاولى، بعدين بمجرد نمو الزغابات بيرجع المريض بيمتص الفيتامينات بشكل طبيعي من غذائه وما بيحتاج إلى الدعم الخارجي في الفترات اللاحقة. في حالات معندة كونه مرض مناعي ذاتي قد لا تكون الحمية كافية للشفاء، ونحتاج لإدخال الستيرويدات بجرعات خفيفة لدعم الاستجابة العلاجية. مجموعات الدعم، يعني أي مريض عنده مرض مزمن ممكن يشكل جروب سواء على وسائل التواصل أو جروب حقيقي يعني، ويلتقى ويتناقش مع أشخاص عندهم نفس المرض ويستفيدوا من نصائح بعض في كيف بيتغلب على مشكلات معينة خاصة بمرضهم. هاي مجموعات الدعم شيء شائع بالغرب. مصادر الجلوتين كثيرة، القائمة طويلة، مثل الخبز والمعجنات، البسكويت، الفريكي، البرغل، المعكرونة، الاندومي، برشام البوظة،
الطحينه، الطحينه فيها طحين على فكره، البيره هون حاطين بيره او بيره بدون كحول، هاي بتصنع من الشعير. المعلبات بشكل عام، الصلصات، الكاتشب وكريم التوم الجاهز ايضا ممكن ينصنع من نشاء القمح. المفروض يعني اي منتج غذائي يكون مكتوب عليه ان جلوتين فري او يعني يحوي جلوتين. المريض اللي سألنا ايش بياكل، الخضار كلها مسموحه، البيض مسموح، الرز، الذره، الفواكه كلها، الالبان والاجبان، واللحوم والزيوت، هاي كلها، المكسرات ايضا كلها هاي مسموحه. نحن بنقول للمريض الرز والبطاطا واللبن ومعلبات الفول هي البديل عن الخبز، خاصه البطاطا المسلوقه فيها نشاء نفس القيمه الغذائيه للخبز. وبالتعويض يعني معظم المرضى، يعني نسبه قليله من المرضى اللي ما تعودوا بدون خبز. على فكره في شيء اسمه نان سيلياك جلوتين سنسيتيفيتي، في ناس بيتحسسوا للخبز بيعملوا شويه اعراض عسر هضم نفخه، فنحن بننصحهم بتخفيف الخبز وعم بيطبقوا هالحميه وعم بيستفيدوا. ففي كتير انظمه غذائيه بتحذف الخبز من، بتنصح اللي بيتبعوها يحذفوا الخبز وبيتعود عليها الانسان بسهوله. لكن طبعا اللي عنده حساسيه للخبز غير الداء الزلاقي، يعني مسموح له بتهريب كميات من الخبز كل فتره. هاي صوره الافوكادو، هاي نبتة زيتية القوام بينصحوا فيها كتير بأنظمة الريجيم، غنية بالطاقة وما بتعطي كتير حريرات. كمان هاي التفاصيل هون ما هي مطلوبة منكم، أني إذا المريض ما استجاب للعلاج، نتأكد أول شيء أنه ملتزم بالحمية، ممكن نطلب خبير تغذية. بعض الخبراء يعني بيزودوها، بيقولوا الطنجرة الخاصة بالمريض بدها تكون لحاله، الليفة بدها تكون خاصة بالمريض، ممكن الكميات المجهرية اللي على القارة فيها تعمل تحسس. نحن لا، ما لهالدرجة يعني نطلب من مرضاتنا. بدنا نفكر أيضا بالأسباب الأخرى لضمور الذغابات، أو نفكر بمرض آخر غير الداء الزلاقي إذا ما استجاب. في شيء اسمه الداء الزلاقي المعند، إن نحن تأكدنا فعلا أنه هو داء زلاقي، ولكن المريض ما استجاب للمعالجة، فهذا إنذاره سيء ونسبة الترافق كبيرة مع لينفوما أو مع مرض خطير اسمه التهاب الصائم التقرحي. يعني هذا اللي بيدخل مريض بسوء تغذية شديد، وللأسف يعني بدوب قدامك مثل الشمعة ليموت. هاي حالة نادرة جدا، يعني أنا شفتها بتذكر مرتين ثلاثة. نحط المريض على مثبطات مناعة، على تغذية وريدية، على فيتامينات، ولكن يعني قليلة الفائدة هالإجراءات. اختلاطات الداء الزلاقي التقليدي إذا تأخرنا بالتشخيص ممكن سنوات النمو الطولي لا تعوض عند الأطفال، بيدخلوا بتأخر نمو طولي ووزني، وحتى تأخر نمو عقلي ممكن وجنسي عند الأطفال إذا كانت الحالة شديدة. أيضا العظام تبنى تقريبا حتى عمر 30، فإذا تعرض المريض لسنوات طويلة من المرض غير المضبوط ممكن بالكبر يدخل بهشاشة عظام. أيضا فقر الدم إذا طول ممكن يعمل عبء على القلب، يدخل المريض بقصور قلب. في كلام ان الداء الزلاقي بيزيد شيوع لنفوما الامعاء، وفعلا هو بيزيد الشيوع، لكن تبقى اختلاط نادر جدا حتى عن مرضى الداء الزلاقي. وممكن يعني ما نعتبره اختلاط، لكن المريض على خطر ان يتطور مع مرض مناعي اخر باعتبار عنده يعني مرض مناعي. هاي الفقرة أيضا للاطلاع، في عنا علاجات قيد البحث للداء الزلاقي، في عنا لقاحات يتم تطويرها وعطات نتائج واعدة، في دواء هو عبارة عن جلوتيناز، يقوم لاتي جلوتيناز اسمه، يقوم بتفكيك الجلوتين ويمنع
الارتكاز المناعي الناتج عن التعرض للجلوتين. في دواء ايضا بيحمي من الجلوتين، هذا بيقوم بتقويه الاتصالات بين الخلايا المعويه بين ظهاره الامعاء، فبيمنع من نفاذ الجلوتين لداخل الامعاء. وفي علاج بيولوجي، فانه مرض مناعي ممكن نستهدفه بالستيرويدات او بالادويه البيولوجيه، يكبح الارتكاز الالتهابي الناجم عن الداء الزلاقي. هاي العلاجات كلها ما تزال قيد البحث، لكن على امل في المستقبل القريب يتوفر لقاح لحديث الولادة، وبلكي هاد الجلوتيناز بيتوفر منه علاج للمرضى وبيرجعوا للأكل الطبيعي مع الدواء. أمراض سوء الامتصاص الأخرى، خلينا نأجل الجلسة القادمة. في عنا داء ويبل والأمعاء القصيرة، فرط نمو جرثومي بالأمعاء الدقيقة، وعدم تحمل اللاكتوز. أربع أمراض صغيرة بناخذها محاضرة صغيرة بجلسة قادمة مشان ما نتشتت. محاضرة اليوم كافية، كتير فقرات تركتها للاطلاع. أهم شيء نعرف فيزيولوجيا الداء الزلاقي باختصار، الأعراض اللي بتصير عند الأطفال والبالغين، التحاليل النوعية أشية، والتشخيص يتطلب خزعة من العفج، والعلاج هو حمية عن الجلوتين مدى الحياة. هالنقاط بس بتكفينا كطلاب، وباقي التفاصيل تركتها لأني بتلزمنا أكيد بمحيطكم في ناس عندهم داء زلاقي وممكن يطلبوا منكم المشورة. شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم التوفيق. الله يعطيك العافية حكيم. بس ممكن سؤال؟ ايه تفضل حكيم. بعد ما نبقى المريض على الحمية الكاملة بامتناع عن الأطعمة اللي تحمي القمح والشعير، ممكن هاي السعير الضاد مرة ثانية يكون مرتفعة ولا بكون طبيعي؟ لا، المفروض تكون طبيعية إذا استجاب. إذا ظلت الأضداد مرتفعة معناتها مو مستجيب. نحن أكيد عم نعيد الأضداد للتأكد من الشفاء. تمام حكيم، العافية يا رب. الله يعطيك العافية حكيم. حكيم بس في سؤال لو سمحت. ايه تفضل. حكيم، في الداء الكامل او الصامت، يعني الصامت خصيصا، نعم، هو ما في تظاهرات، ممكن يكون في حد ذاته هو يعني عامل خطورة على الاختلاط، او ممكن تنجم عنه اختلاطات وتشخيصه بيكون بالصدفي؟ هلق لنكون واقعيين، نحن ما منشخص ومنعالج الا الداء الزلاقي الصارخ. يعني عم يجوني اشخاص بالغين بيقول لي هاي انا نمو وكذا وبشتغل ووضعي طبيعي، بس في فقر دم، نعطيهم حديد وريدي وبيروح سنه، فصعب كثير الالتزام بالحميه. لكن عند الاطفال بنتشدد، عند اللي عنده اعراض شديده بنتشدد. اما داء زلاقي صريح خفيف او كامن او صامت، لا ما كثير، يعني من ما بيأثر. طبعا كل ما كانت الاعراض اخف كل ما كانت الاختلاطات اخف. تفضل. القصة العائلية مهمة بداء الزلاقي؟ إيه نوعا ما، إيه هي ما هي وراثة مانديل، لكن في دور للوراثة. نعم كثير جايين حالات أني عند أخوين مثلا في سوء امتصاص. طيب يعطيكم العافية، إذا في أسئلة منتابع المجموعة. تصبحوا على خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حكيم، وانتبه الخير إن شاء الله.